تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نسلط الضوء على كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم وبطاقم البرنامج. معنا اليوم في التنسيق الأستاذ أحمد سلامة، صبحك الله بالخير، وأيضا المبدع دائما بنوح أيمن سرحيل، وكذلك اليوم في التقديم معانا كذلك الدكتورة بدرية الحربي. صبحك الله بالخير دكتورة. صباحك النور والسرور محمود، صباحكم حب وتفاؤل أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجنا المتميز. نذكركم بأرقام التواصل 600-551414 وعبر الرسائل النصية 4006. شاركونا وإن شاء الله تستمتعون يعني اليوم. أيضا متواجدين معاكم عبر حساب نور دبي في الانستغرام لايف، اللي حاب يعني يتابعنا من خلال هذا الابليكيشن أو حتى يعني يشوف كواليس البرنامج ممكن أن يتابعنا عبر حساب نور دبي في الانستغرام. طبعا ما نبتدي اليوم حلقتنا بدراسة شوية غريبة دكتورة، تقول توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى نتائج تبين أن تناول الإنسان للطعام منفردا يزيد من خطر إصابته بمتلازمة الأيض، وتؤكد الكثير من الدراسات والبحوث الطبية على أن نوعية الغذاء تعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة على استقلاب المواد في الجسم. لكن دراسة قام بها هؤلاء العلماء من كوريا الجنوبية مؤخرا بيّنت أن العامل النفسي وتناول الطعام بشكل منفرد لا تقل أهمية في التأثير على عملية الأيض. العلماء توصلوا إلى تلك النتائج بعد أن قاموا باستجواب ودراسة الحالة الصحية لنحو 7800 شخص، حيث قاموا بمراقبة الحالة السريرية للمتطوعين على مدار سنة تقريبا. وأظهرت نتائج الدراسة أن الرجال الذين كانوا يتناولون الطعام بمفردهم لمرتين على الأقل في اليوم كانوا عرضة للإصابة بمتلازمة الأيض ومضاعفات الصحية بمعدل 64% أكثر من الذين يتناولون الطعام مع أسرهم أو برفقة الأصدقاء. أما النساء اللواتي فضلن الطعام بمفردهن فكن معرضات للإصابة بمتلازمة الأيض بمعدل 29% أكثر من غيرهن، ولوحظت يعني لديهن مشاكل في ارتفاع معدلات السمنة بمعدل 45% مقارنة بالنساء الأخريات. يذكر أن متلازمة الأيض هي مزيج من الاضطرابات الصحية التي تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة، وتتزامن تلك الاضطرابات عادة مع ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري. شو تعليقك على هذه الدراسة دكتورة؟ والله شوف يا محمود، مثل ما ذكرت دراسة غريبة زين، بس إن شوف تلاحظت أن احنا أقل منكم، وأخيرا الحريم يعني 29%، بينما الريايل كم 64% يعني خطر الإصابة بهالمتلازمة. طبعا هي متلازمة الأيض أو مثل ما يسموها التمثيل الغذائي، هاي تنتج عن أن احنا عدم الاستخدام السليم للطاقة المختزنة في الجسم، فهذه تنتج عنها حالات معينة يعني مثل ما ذكرنا اللي هي ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، السمنة وغيرها من الحالات. وطبعا
هذه كلها يعني لها أسباب. إنزين بس الغريب إن المتداول يعني بين الناس إن يقولك إذا أنا أكلت ويا جماعة أكل وايد، فكيف أنا الحين إذا أكل بروحي أنا أزيد الوزن؟ هالشي غريب صح؟ والله أنتي باكر تاكلين ويا جماعتي أنا دكتورة. لا لا والله لأن ما تحصل شيء في الصحن. ولا شو رأيكم اللي في الاستوديو ها؟ يوم تاكلون يا جماعة يوم تاكلون أكثر؟ هالشيء متعارف عنده في الناس، ففي وايد ناس يعني نسمعهم يقولون لا والله أنا يوم ببدأ الرجيم أحب أكل بروحي عشان ما أكل وايد، إذا لستوا يا جماعة سوالف وهذا وأكل وإحنا ما نحس. يمكن هذا دور هرمون السيروتونين يمكن ما أدري. يمكن بعد الأكل ويا الجماعة فيه بركة، يعني الواحد يعني يستانس وهو ياكل مع مجموعة من الناس، ياكل مع الناس اللي يحبهم أصدقائه هلا حرمته عياله، فيعني يحس ان الحالة النفسية يعني الحالة النفسية تكون أفضل. يعني تشجعون على العزايم يعني العزايم عشان ننزل بالوزن؟ والله دكتورة ما أدري، بس أنا الدراسة أشوفها يعني مثيرة صح غريبة حقيقة، أن الواحد ممكن يتعرف على هذه الأنماط اللي لازم يعني ينتبه له أثناء الأكل. صحيح، وهذه أصلا هذه المتلازمة أكثر تصيب الناس اللي عندهم أنماط حياة روتينية يعني رتيبة، أو إن مثلا أمراض الكبد الدهني وغيرها يعني. جميل. شوفي في بعض الأمور يعني نحن لاحظها الحين على يعني الحياة حاليا، أن عيالنا قاموا يسون على الغداء ولا على العشاء ماسكين الآيباد ولا ماسكين بعض الشغلات اللي ممكن تلهيهم عن الأكل بشكل جيد. ففي بعض النصائح الواحد ممكن يقدمها للأطفال يعني على أساس أنه شو للأهالي على أساس أنهم يقوون هذه الشهية عند الأطفال وينوعون مصادر الأكل. بتحصلين بعض الأطفال ما يأكلون إلا دياي مثلا صحيح. أو ما يبغي يأكل سمك ولا ما يبغي يأكل لحم، بعضهم يعني يفتقدون مثل هذه مصادر البروتينات والفيتامينات. صح، هالشيء يأثر عليهم يعني يعطيهم نقص الفيتامينات يعني ويسبب لهم يعني وايد أشياء معينة يعني خاصة في فترة النمو هذه يحتاجون أن يتناولوا من كل المجموعات الغذائية. فهنا الشطارة، إحنا كيف إحنا نعود عيالنا أنهم يأكلون من كل المجموعات؟ إحنا لازم نعودهم. طيب شو ممكن نسوي دكتورة على أساس أنه بس نخلي عيالنا ينتبهون لهذا الأكل؟ حد من الناس يقول يعني أنت يفترض أنك أنت تقدر شهية الطفل عندك، يعني إذا كان شبعان ولا مبيوعان لا تعطي وجبة كاملة. صح، يعني مثل ما نقول ما نحاول نجبر الأطفال على تناول شيء معين. اللي احنا دائما في مسألة الأكل وايد زين ان احنا نشارككم رأيهم حتى لو هم صغار، يعني نشارككم نشوف شو ليش يحبون هالأكل ليش ما يحبونه، لازم ناخذ رأيهم حتى لو هم صغار نعودهم على هالشيء، ونحاول قد ما نقدر نوجد طريقة انهم مثلا ندخل مثلا هذا الطعام مثلا أكل السمك مثلا، في يهال وايد ما يحبون أكل السمك بالعادة الدياي أكثر شيء، فاحنا نحاول يعني نسوي طريقة السمك بطريقة معينة، يعني نحط فيها مثلا حتى لو نحط فيها مثلا نكهات معينة ممكن تحبب الطفل هذا، يعني نحاول نحببهم بس ما نجبرهم. صحيح. خلينا ناخذ عبد الوهاب مداخلة معانا. السلام عليكم. سلام السلام. هلا والله. صباح الخير، يعطيكم العافية، كيف حالكم؟ صباحك النور والسرور. هلا هلا. والله الأكل طيب، وقبل شوية أنا متريب ويعني ويعني تكلمتوا عن الأكل الغربي، أنا الأكل الشرقي جدا ممتاز، وإذا الله يرزقك بحرمة يعني تطبخ مو لازم فنانة تكون بالدرجة الأولى. عبد الوهاب أنت عبد الوهاب لحظة بس أنا بغيت أأكد، عبد الوهاب أنت زميلي السابق ولا؟ إيه هو هذا أنا أسمع طلع من جماعتك يعني الناس كان... يأكلون وياك. لا عبد الوهاب كان يعني زميلنا في هيئة الصحة في دبي يعني. ودوم يقول لي الله يرزقك بحرمة، طلع لي على الإذاعة ويقول لي الله يرزقك بحرمة. صبحك الله بخير عبد الوهاب، حياك الله حبيبي. الله يسلمك، تفضل يا سيدي. سامحنا على المقاطعة. الأخرانيات كنت معاك في القسم يعني. إيه ما شاء الله، الله يصحة والعافية. أنا أقول يعني حقيقة إن يعني يوم واحد يأكل في البيت يعني نعمة من الله، اللي الله يرزقه في يأكل أكل البيت يعني مرتب
صحيح ان بشاكير، لكن المهم ان راس المال هي تشرف عليهم ام البيت. يعني تختار لك الاكل قبل ما ينطبخ وتيك الثلاجات، يكون لك يعني مكونات الاكل يكون مرتبه زينه. يعني اذا ما يتابعونهم ممكن حتى عفوا تسمعون انتو اسمعك عبد الوهاب ايه، اذا ما يتابعون يعني ممكن حتى بعض من البشاكير ما يعرفون هاي الطماطايه زينه ما زينه. يعني لازم ام البيت تشيك الثلاجه كل صبح او العصر يوم بتي صحيح. وتشوف الاشياء الثالثه وتطلعها وتخلي، لان مو اساس تشتري اكل. الحين انت جي رفعت معنوياتنا ومعنويات كل المستمعات، يعني تحيه لكل الامهات واللي يطبخون. عبد الوهاب يسالون شو متريق اليوم؟ والله انا اليوم كان عندي عاده ام العيال تحضر لي، اليوم قلت انا بطلع بدري، ما وهي طلعت بدري قبلي فما اريد، لان لازم اكل من ايديها وهي طلعت قبلي، فقلت له خلاص اليوم انا باكل من برا. مريت محطه والله. شو رايك مطبق مرق يقولوا لك على الصبح مطبق؟ صباح الله. لا والله لا. جزاك الله خير عبد الوهاب، ما قصر. شكرا على مشاركتك. شكرا. موضوعكم شيخ، لكن ما نقدر ناخذ من وقت البرنامج. طول عمرك، مشكور. وانا وايد استانست سمع صوتك من زمان ما سمع صوتك. شكرا لك عبد الوهاب. عبد الوهاب كان زميلنا ايضا في الاداره، ويعني تقاعد عقبالنا ان شاء الله. زين، ونتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه. يعني ان شاء الله يا رب كنا ماشيين على نفس الاطار. عموما ما نطلع فاصل دكتوره، بعد الفاصل ان شاء الله ما نتكلم عن قمه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لطب الشيخوخه 2017. بتكون معنا الدكتوره امل الجزير، بتعطينا فكره اوضح عن هذا المؤتمر. ايضا ما نتكلم عن الكثير من الامور الخاصه ب يعني الصحه عند كبار السن. نذكر بارقام التواصل ونقطع فاصل. 600-551-414 والرسائل النصيه 4006. صحه وسعاده. أعزائي المستمعين، تنطلق بعد غد الخميس في دبي أعمال قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب الشيخوخة 2017، وذلك بتنظيم من هيئة الصحة بدبي. وطبعا المؤتمر هذا بيحضرونه كثير من المسؤولين والأطباء والناس المهتمين. وهذا الحدث العلمي والطبي من أهم المؤتمرات المتخصصة في طب الشيخوخة على مستوى المنطقة. وطبعا عندنا بيكلمنا اليوم في الاستوديو ضيفتنا الدكتورة أمل الجزيري، استشارية طب الأسرة وطب المسنين ورئيس وحدة كبار السن في هيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة أمل. وعندنا كذلك في الاستوديو الدكتور قولي تامر فريد، استشاري طب المسنين. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. قبل أن نبتدي معاكم الحوار، نذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. نرجع لهذا المؤتمر الكبير اللي بتحتضنه إمارة دبي بعد كم يوم دكتورة؟ بعد يومين إن شاء الله. طيب إذا هذا يعني واحد من أهم المؤتمرات المتخصصة في طب الشيخوخة على مستوى المنطقة، ويأتي يعني في وقت أصلا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودولة وإمارة دبي بالتحديد عندنا أفضل السبل الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة لكبار السن. أيضا هيئة الصحة بدبي عندها العديد من البرامج في هذا المجال نحن ما نتحدث عنها، لكن في البداية دكتورة خبرينا عن أهمية طب الشيخوخة وكيف فرض هذا الموضوع يعني أهميته عالميا. أوكي. طب المسنين هو يعتبر يعني تخصص قائم بذاته مثل باقي التخصصات، يعني مثل طب الباطنية أو الجراحة، يمكن شبه أكثر بطب الأطفال.
طب المسنين طبعا بدأ في الخمسينات، بدأ في أوروبا وبعدين امتد في مناطق كثيرة في العالم، لكن استل هذا التخصص لحد الآن يعتبر متخصصات القليلة، فما بتلقى يعني أطباء مسنين منتشرين على مستوى العالم بكثرة. الفرق ما بينه وما بين التخصصات الثانية أن التخصصات الثانية مثلا الطبيب يهتم بجهاز معين، مثلا بتشوف دكتور القلب يهتم أنه يعالج مثلا القلب، دكتور الكلى مثلا بيعالج الكلى، دكتور العيون مثلا بيعالج العيون، لكن بالنسبة لطبيب المسنين هو يهتم أنه يعالج المريض بصورة شمولية وكاملة متكاملة. فمثلا بتلقى ان احنا مثلا بالنسبة للفحص المريض نسوي له فحص شامل، بالاضافة يعني نفحص اجهزة المريض بالكامل، يعني ممكن نشوف القلب، الكلى، الرئة، ممكن نشوف يعني كل اجهزته نسوي له يعني فحص، بالاضافة الى فحص اجهزة المريض نسوي فحص للجانب النفسي للمريض، الجانب السلوكي للمريض، حتى الجانب الاجتماعي. يعني طبعا بعد الفحص الشامل يتم وضع خطة علاجية للمريض، يعني يتم نحط كل المشاكل اللي يعني المريض يعني يعاني منها، يعني ممكن ما تكون مشكلة واحدة، ممكن تكون مثلا أكثر عن 3 مشاكل، ممكن توصل حتى 10 مشاكل، ونحط أولويات للعلاج، يعني نشوف مثلا شو الشيء اللي لازم نبتدي فيه الحين، وبعدين شو المشكلة الثانية اللي ممكن نحلها. نهتم حتى بأهالي المرضى، يعني مهم بالنسبة لكبار السن أني أنا بعد أعتني بالمريض وأعتني حتى بأهله، يعني فلازم أشرح لهم شرح وافي مثلا عن حالة المريض، لأنه هم اللي بيهتمون فيك، خاصة إذا كان المريض هذا يعني معتمد على أهله، مش مثلا شخص يعني معتمد على نفسه. جميل، كلام جميل دكتورة. وطبعا احنا خذينا فكرة حين عن طب الشيخوخة، بس في تساؤل هناك، ليش هذا على أهمية التخصص لكن في عندنا ندرة في هذا المجال؟ دكتور ثامر شو رأيك؟ طبعا هو الندرة ناتجة من ان عدد المسنين كان في الماضي كان قليل، يعني كان معظم الدول كان نسبة عدد كبار السن فيها كان 2.5-3%، لكن وده كان نتيجة ان الامراض كانت لا تسمح بامتداد اعمار عموما بعد 50 أو 40، وحتى فكرة التقاعد اتعملت ليه 60 سنة، لان معظم الناس كانت بتموت عند 50. لما نشوف اعمار الشعوب القديمة مثلا، ان المصريين قدماء اللي هم اكثر الناس كانت تقدما في وقتهم كان متوسط اعمار 40 سنة، الرومان امبراطورية الرومانية كان متوسط اعمار 22 سنة. فلما تغيرت الرعاية الصحية في الخمسينات ابتدى تغير كامل في متوسط الأعمار، ابتدى الأعمار تزيد، والأهم من كده منظور ما هو أطوار الحياة. يعني من الخمسينات ما بقاش في حاجة اسمها مسنين في أوروبا. دكتور يعني أنا هذه شوية بوقف عندها، يعني مسألة معدلات الأعمار عند هذه الحضارات، أنا ما أدري كانت الفكرة اللي موجودة عندي إن هم كانوا معمرين أكثر منا نحن. تمام. لا حضرتك بص، حضرتك كانت لما نقول متوسط الأعمار بالنسبة للعموم الشعب كله، كان في ناس بتوصل للستين وسبعين، بس نسبتهم لا تتعدى 1 في 1000، يعني حتى ما أدري المعلومة اللي عندي يوصلون لميتين سنة ممكن، 1 في الشعب كله. لكن حضرتك أقول لحضرتك مثلا في مصر أنا كنت عارفها سنة 1950، في الخمسينات كان طفل من كل 6 بيكمل عمر السنة، يعني اللي بتخلف عشان تجيب طفلين 2 محتاجة تحمل 12 مرة. فكانت الوفيات في الأعمار الصغيرة قليلة، عشان كده الناس ما كانتش بتعيش كتير. عشان كده. إنزين دكتورة أمل، شو الإحصائيات إذا عندك أي إحصائيات أو أرقام عن أعداد المسنين في دولة الإمارات؟ إذا ممكن توفي. في الإمارات إحنا عندنا حاليا يعني نسبة المسنين ما يقارب 6% من total population. طبعا متوقعين ان هاي النسبة تزيد، توصل نسبة 11% في 2032 وتوصل 29% في 2050. طبعا الامارات مثل كل دول العالم، يعني حتى العالم ككل يعني في زيادة في اعداد المسنين، يعني حاليا
على مستوى العالم. وهذا في أسباب طبعاً ممكن دكتورة. جودة الرعاية الصحية. صحيح. طبعاً هي جودة الرعاية الصحية الحين تحسنت أكثر عن قبل. الناس يعني المعدلات. حتى السيطرة على يعني الأمراض الوبائية. صحيح. التطعيمات كل هالأمور طبعاً ساعدت على يعني إن أعمار الناس تزيد. يعني قبل الاتحاد كان متوسط العمر 53 سنة. لكن حالياً متوسط العمر على آخر إحصائية وصل بالنسبة للرجال 75% وبالنسبة للنساء 75 سنة وبالنسبة للنساء 80 سنة. يعني ممكن زين وايد زين بالنسبة لنا احنا يعني. لا هم الرجال يعني ناقصين عمر. هم دائما الرجال تكون أعمارهم أقل عن الحريم يعني. أهم شيء إنه مو بسببنا يعني. لا بالنسبة للإحصائيات إمارة دبي إحنا عنا نسبة كبار السن 2.4 اللي هم 65 اللي هم 60 سنة وفوق من التوتال بوبوليشن اللي هم ما يقارب 3 ملايين. تفضل دكتور كانت عندك. لا أنا كنت بقول لحضرتك إن نسبة الإناث في أي المخلوقات يعني السمك بتبقى أكتر من الذكور دايما. سمك القطط. شو تقصد دكتور؟ ما يقصد هذا أمور علمية شيء يعني هو مش بموت الذكور يعني إحنا نموتكم يعني. مش موتش كده يعني. طيب نحن أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. فاصل إن شاء الله وما نرجع نستكمل الحوار مع الدكتورة أمل والدكتور تامر. صحة وسعادة. نرجع لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية وعبر أرقام التواصل 600551414 والرسائل النصية 4006. ويانا مثل ما ذكرنا في الاستديو الدكتورة أمل استشارية طب الأسرة وطب المسنين والدكتور ثامر استشاري طب المسنين. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية ونرجع لحديثنا عن شو الخدمات اللي توفرنا إياها هيئة الصحة طب المسنين أو للمسنين. دكتور أمل. هيئة الصحة يعني طبعا احنا عندنا بالنسبة لرعاية كبار السن في مستويات من الرعاية تشمل يعني الرعاية الحادة أو حتى على مستوى الرعاية الصحية الأولية أو حتى على مستوى الرعاية طويلة الأمد. لله الحمد احنا في هيئة الصحة ويمكن احنا نفتخر بهالشيء نحن تقريبا عندنا خدمات يعني متكاملة على مختلف مستويات الرعاية الصحية. فعندنا وحدة كبار السن في مستشفى راشد على مستوى الرعاية الحادة. على مستوى الرعاية الصحية الأولية عندنا عيادات كبار السن وعيادات تخصصية لكبار السن مثل عيادة خرف الشيخوخة، عيادة الذاكرة، عيادة التأهيل، عيادة هشاشة العظام. عندنا كذلك ما ننسى يعني ملتقى الأسرة اللي مسؤول عن الدكتورة سلوى السويتي. طبعا هو يكمل خدمات كبار السن. جميل. فهم كمان يعني هم بعد يقدمون الخدمات طويلة الأمد اللي هي كرعاية تمريضية بالإضافة إلى رعاية نهارية وتأهيل الطويل لكبار السن. جميل. إذن دكتورة أمل الجزيري رئيس مؤتمر قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب الشيخوخة 2017، هذا المؤتمر اللي سوف يعقد في إمارة دبي. بنتحدث الآن بالتفصيل عن هذا المؤتمر، بنتكلم عن الأهداف اللي تسعوا لها من خلال هذا المؤتمر. فخلينا دكتورة في البداية نعرف الجمهور شو هو هذا المؤتمر، أين سيعقد، وشو هي أهم الأهداف اللي تسعوا لها من خلال هذا المؤتمر. مؤتمر قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب الشيخوخة بيكون إن شاء الله بعد يومين تاريخ 2 و3 نوفمبر، بيكون على مدى يومين. بيفتتح إن شاء الله المؤتمر معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، وبيكون معانا كذلك السفير السويسري. المؤتمر يعني بيكون في كل يوم بيبتدي من الساعة 8 لين الساعة 5:30. احنا عندنا في كل يوم 5 جلسات. يصاحب المؤتمر ورشة عمل بيكون في اليوم الأولاني واليوم الثاني، كذلك مصاحب المؤتمر يعني معرض
بنعرض فيه يمكن الأدوية الجديدة والتقنيات الجديدة اللي تخص طب المسنين. طيب التوقعات يعني لأعداد الحضور وكيف ممكن الواحد يسجل في هذا المؤتمر من المهتمين بهذا التخصص؟ طبعا احنا يعني بالنسبة للمؤتمر هذا احنا فاتحينه لكل التخصصات، يعني مو بس نبغي اطباء المسنين هم اللي يحضرون، احنا هدفنا اللي يعني ان يحضرون التخصصات الثانية مثل اطباء الاسرة، اطباء الباطنية، التخصصات عشان يتعرفون على طب المسنين. بالنسبة طبعا عدد المشاركين، احنا في 2014 كأول مؤتمر كان عدد الحضور ما يقارب 280 مشارك، لكن بالنسبة للمؤتمر هذا لحد الآن عدد المسجلين في المؤتمر يعني لحد اليوم وصل لحد 540 مشارك، فأنا أتوقع أن العدد يعني يكون ما بين 500 إلى 600 مشارك إن شاء الله. إن شاء الله. زين دكتورة، كيف نقدر نستفيد من هالمؤتمر يعني لتعزيز توجهات الهيئة فيما يخص المسنين؟ يعني هالمؤتمر شو بيسهم في هذا التخصص؟ طبعا أهمية هالمؤتمرات أولا أني أنا أعرف الأطباء يعني بطب المسنين وبعلاج يعني الأمراض اللي تخص كبار السن. فهذا الشيء وايد مهم، يعني يعني أنا يعني وخاصة أنا أعرفهم بالأشياء اللي هي الأبديتد يعني في مجال طب الشيخوخة. الشيء الثاني أن أنا بتبادل الخبرات، طبعا بيكون في المؤتمر ناس جايين من برا، يعني إحنا مستضيفين يعني في المؤتمر من الشرق الأوسط، عندنا من شمال أفريقيا وعندنا من أوروبا خاصة من سويسرا، وفي ناس طبعا من ثلاث دول أوروبية ثانية اللي فرنسا وألمانيا ومن يوكي. فطبعا هالشي بيكون في تبادل خبرات، فهاي الأهمية الثانية. الأهمية الثالثة إن أنا يمكن قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريجن تهتم بس بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني على نطاق إقليمي، لكن إحنا هدفنا أن يعني نستقطب مؤتمرات على نطاق عالمي، فعشان شي حتى إحنا حاليا في هالمؤتمر شاركنا ناس من دول أوروبية. زين ما شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله. فلسه أن دبي تستضيف مؤتمرات عالمي لطب الشيخوخة في دبي. جميل. دكتور ثامر، دائما ما تكون يعني يكون التعامل مع كبار السن صعب، ما أدري نحن نشوفه يعني عملية إن ممكن إني أنا أقنعه يأكل أكل معين، ولا ممكن أقنعه يمشي لخطوتين أو كذا، تكون عملية صعبة جدا، ولكن شو اللي تنصحنا في عملية التعامل مع كبار السن، وما هي الطريقة المثلى للوصول بكبير السن إلى أفضل يعني جودة في الحياة الصحية؟ هو طبعا حضرتك بداية كبار السن أو كلمة كبير السن للأسف هي لم تعد موجودة في الدول اللي احنا بنحاول نتعامل معها أو بنستقي منها المعلومات، يعني حاليا في أوروبا وفي أمريكا ما فيش حاجة اسمها كبير السن، لأن ده كان من ابتدى من الخمسينات، اللي هو فكرة ظهور طب المسنين من الخمسينات. شو يسمونهم الحين؟ بيسميهم سينيورز. سينيور يعني مواطن ذي أولوية وليس أوكي. كبير السن أوكي. أو ده حقوق زي مثلا حلو اسمه بعد لأن هو بيعامل كأنه شاب في الثلاثينات في الواجبات وفي الحقوق ولكن ليه أولويات فقط، لكن accountability أو المسؤولية واحدة. والله جميل، فدي مهمة، لأن هو ده اللي بنحاول حتى نغيره عند الناس، إن مفهوم سن التقاعد حط منظور أو توقعات من الناس إن بعد سن التقاعد أنا، وهو التقاعد عمل كده عشان في القرن 19 كان الأمراض لا تسمح باستمرار العطاء بعد سن 60، لكن دلوقتي الكلام ده مش موجود، فلسه الناس بتخطط هاتف كده. بالنسبة لسؤال حضرتك إزاي اللي إحنا بنواجه مشكلة في التعامل مع كبار السن، هي مش مشكلة في كبار السن، مشكلة عندنا. صحيح. أقول لحضرتك حاجة، لما أنا واحد عنده ابنه صغير عنده 3 سنين بيقول له كل بالشوكة والسكينة، اعمل كذا، هو مش عايز ياكل بالشوكة والسكينة. البس كذا، هو مش عايز يلبس مخطط، هو عايز يلبس سادة او عليه دواير. فلازم نعتبر ان كبار السن لهم رأي وليهم اهتمام، هو مش مهتم باللي انت بتعمله، هو مش شايف ان ده الصح، بس انت شايف ان ده الصح، انت خايف عليه عايز تقنعه ده الصح، هو مش عايز كده. او هو ما يقدرش يعمل كده، انت بتقيس قدراته بقدراتك وبتقيس أذواقه بأذواقك. فلازم اولا ناخد ليه هم بيعملوا كده،
ممكن خلفيته الثقافية، هو تجاربه في الحياة، ذوقه الشخصي، قدراته الجسمانية، مخاوفه. فلازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا اولا. تاني حاجة لازم نديهم اختيار. طب انت رأيك ايه؟ عايز ايه؟ خد الدواء. لما نقول خد الدواء ده عشان مصلحتك، خد الدواء، مش عايزه، انا ما بحبش حد يفرض عليا حاجة. فلازم اقول طيب تحب تاخد الدواء ولا تاخدش. حتى يعني احنا بندرس من ضمن الحاجات اللي بعدين بندرس الالدر بيوز، لما كبير السن يرفض اخذ الدواء ليس من حقي افرض عليه اخذ الدواء، انا بديله المعلومات. زي ما اقول له واحد صلي عشان تدخل الجنه، طب انا مش عايز اصلي، يعني انا بشرحت لك الصح. لان الفرض في نفسه، انا لما بفرض عليه حاجه او بفرض عليه بالقوه او ضد رغبته، تلقائيا بتورد عنده مقاومه، تنثر الشخص. طيب دكتور، شو ابرز الامراض اللي تنتشر عند كبار السن ويجب علينا ان ننتبه لها؟ طبعا هو احنا لازم تاني، ما فيش حاجه اسمها كبار سن على فكره، هي معظم الامراض اللي عندهم اولويه فينا، هي نفس الامراض الشائعه فينا في سن الثلاثين والاربعين. انا اتكلم بعيد عن الامراض المزمنه اللي هي السكر والضغط والهذا، في بعض الاشياء اللي نحن ما نعرفها دكتور يجب ان ننتبه لها. مثلا كبير سن ما يتحرك بسرعة، ما يتحرك كثير دكتور، أو ذوي الأولوية إن صح التعبير، ما يتحرك بشكل دائم دكتور، فهذا جلوسه ممكن يسبب له بعض الأمراض. هي طبعا حضرتك إحنا حتى في منظورنا لكبار السن، حتى منظور طب المسنين للمشاكل الصحية هو منظور المشاكل، يعني عندنا جياتيك جانس، إحنا بنتكلم مثلا مشاكل الحركة، عندنا سبع أنماط أو للأمراض بتظهر في كبار السن، من ضمنها مشاكل الحركة، مشاكل الذاكرة، مشاكل الأكل، مشاكل التحكم في الإخراج. طيب مشاكل الحركة حضرتك ليها أسباب كتيرة قوي، من الناس اللي مش حاسة بيها، مشاكل خشونة المفاصل الظهر، بالإضافة مشاكل الركبة، في عندنا الضغط، عندنا الزهايمر أو مشاكل الذاكرة اللي واحدة منها الزهايمر، في المشاكل الثانية اللي الناس ما بتتكلمش عليها للأسف، هي مشاكل إخراج لأنه محرجة، وإن كان معظم أسبابها قابلة للعلاج لكن بيسيبوها بالوقت، تفضل 20 سنة قابلة للعلاج بحسب بس بيستحوا يتكلموا عنها. إنزين دكتور، يعني إحنا حين عرفنا أن في وايد مشاكل ممكن تواجههم وإحنا لازم نتعامل وياهم بطريقة مناسبة. إنزين بالنسبة للمجتمع اللي حوالينا، كيف إحنا يعني هل عندكم أنتم جهود أو أي مثلاً يعني أشياء تسوونها عشان بس ترفعون وعي المجتمع بهالأشياء، أو كيف إحنا نتعامل مع المسنين مثلاً؟ طبعاً حضرتك، هو في حاجتين إحنا كبار بنعملهم. أولاً تغيير فكرة الدكاترة عن لانهم عن كبار السن، لان الطب المسنين ده بيقدم، هو زي ما دكتور امل، هو طب تخصصي زي القلب زي امراض الجهاز الهضمي، لكن مدى كميه العلم الموجوده في الكليات الطبيه حول العالم عموما قليل. فبالتالي لو احنا قلنا الدكاتره الممارسين العامين او اطباء الاسره او اي طبيب حتى دكتور القلب، احنا حولوا لعياده كبار السن، مش هيعرف ايه خدمات المقدمه في كبار السن. لكن لو قلت له حول لعياده الجهاز الهضمي يعرف 1 2 3 4، هو عارف، هو كميه العلم اللي اتعلمها في مرحله الكليه. فاحنا من ضمن مجهوداتنا التعريف المستمر للاطباء بالخدمات المقدمه في كبار السن واشكال الامراض في كبار السن التي هي مختلفه عن الناس الاصغر سنا. ده بالنسبه للاطباء، وبنتكلم بشكل مستمر في حلقات نقاشيه ومحاضرات لكبار السن وللاطباء، وازاي الامراض تظهر عندهم وازاي يحولوا ليها. بالنسبه للناس عموما او الـ يعني غير الاطباء، احنا دايما لما يجينا في العياده بنغير المفاهيم دي، بنناقشها مع المرضى، بنناقشها مع الاهل، بنفهمهم ان ليس كل عجز هو مقبول. التقدم في السن يحدث في الحياه الجنينيه من ساعه تلقيح البويضه، ويظل بمعدل ثابت. ما يحدث من عجز هو نتيجه امراض، والامراض قابله للعلاج، او نتيجه اسلوب حياه. يعني اكيد واحد عايش في المدينه ما بيتحركش، راكب سياره طول اليوم، غير واحد عايش في الباديه بيتحرك كتير. الفرق بينهم اسلوب حياه، وده ممكن يتصلح.
دكتور أمل، يعني هيئة الصحة لديها العديد من الخدمات والمبادرات في هذا المجال، أنت ذكرتي بعضها اللي هي سواء كانت من خلال ملتقى الأسرة، من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، أو حتى الوصول إلى المسنين بشكل مباشر. أنا أبغى أعرف كيف ممكن الناس يستفيدوا من هذه الخدمات، خاصة خدمة الـ يعني العلاج للمنازل. طبعا خدمة زيارات المنزلية لكبار السن، احنا يعني نستقبل المرضى عن طريق اطباء الاسرة او عن طريق الاطباء في المستشفيات، يعني ما يتحول المريض دايركت ما يعنا. فعشان شي كان الدكتور تامر ذكر انه مهم ان الاطباء يعرفون متى يحولون المريض، يعني ويعرفون شو المشاكل اللي عنده ومتى المفروض يتعالج عن طريق اخصائي طب المسنين. فيتم طبعا تحويل الحالات عن طريق طبيب الأسرة لنا. فأي مسن طبعا محتاج زيارة منزلية المفروض يزور أي مركز صحي تابع له أو يسير عن طبيب الأسرة، وهو بيتم تحويله بعد تقييمه لطب المسنين في العيادات. بالنسبة للزيارات المنزلية ممكن إذا المريض طبعا في الغالب يكون هالمرضى مقعدين، فأهاليهم هم اللي يصيرون يطلبون الزيارة من المركز، ويتم تقييمهم في البداية عن طريق طبيب الأسرة، وإذا شاف أنه محتاج يتحول للزيارات المنزلية لكبار السن بيتم تحويله. في المستشفيات نفس الشيء، يعني المريض لما يدخل مستشفى لأي وعكة صحية اللي يشوفه ممكن يكون طبيب الباطنية أو الجراحة، وبعدين إذا هو شاف أنه يحتاج تحويل لطبيب المسنين يشوفه طبيب المسنين في المستشفى ويتم وضع خطة علاجية له. كم عمر المسن يدخل؟ من 60 عالميا؟ عالميا من 65، بس احنا عندنا في الإمارات ربطين بسن التقاعد اللي هو 60 سنة، بس حاليا يعني ما في سن معين يعني احنا نقول هذا مسن، يعني احنا نربط الشيء هذا بالحركة الوظيفية للمريض. اذا المريض كان عاجز يعني بالعجز، اذا المريض كان عاجز يعني خلاص هو اصبح مسن، لكن اذا المريض كبر في السن مهما كبر وهو استل يعني اكتف ومو بعاجز يعني ما نقول عنه مسن. دكتورة بدرية، هذا الكلام ذكرني دكتور صلح لي في فحص نسويه، ما اتذكر شو اسم الفحص، يعطيك العمر الخاص بالجسم. ها دكتور العمر البيولوجي، شو هذا الفحص خبرونا عنه. لا هو حضرتك يعني هو في عندنا عمرين، العمر العمر السبجكتيف او الشعوري اللي انا حاسبه، دكتور امل طبعا رسالة الماجستير بتاعت عليه، والعمر الساعة البيولوجية او العمر الجسماني. العمر الجسماني ده ممكن نقيسه بكذا طريقة، من اول ما نقيس طول الكروموسومات اطراف الكروموسومات، او نقيس شو الكروموسومات. الكروموسومات هي المادة الوراثية في الخلية، اوكي، موجودة على شكل خيوط، بتقيس طول الخيوط دي. اوكي. كل ما طول العمر بتقصر. لغاية ما توصل تكسري. بتقصر ليها، حتى فيها رقم اسمه هيفليك نمبر، ده كل رقم هيفليك ده موجود لكل فصيلة، يعني الاسماك، الحيتان، البني ادمين، الكلاب، ليها عدد من الدورات الانقسام الخلايا وتقف بعدها. شو نسوي عشان ما تكسر دكتور؟ هو الرياضة. هو حضرتك بص، حضرتك هو في نقطة في ناس متخيلة طب المسنين ده بيتعامل مع العجز، لا احنا اساسنا حاجة ما يسمى بعلوم التعمر اللي هي اساس طب المسنين، هي دراسة الشباب وازاي نقدر نطوله. عشان اقول لحضرتك بس، احنا المادة الوراثية بتاعتنا وجسمنا كافة ان احنا نعيش لغاية 130 سنة مستريح، الحمد لله. احنا لما نيجي نسأل احنا بنعيش ازاي، هو انا اسألك سؤال احسن ترد عليه اقول لك احنا نطول عمرنا ازاي، هو احنا بنموت ليه؟ اللي بيموتنا المرض وليس العمر. يعني احنا لو عايزين الناس تعيش اطول، العمر بيد الله، يعني بيد الله كل شيء بيد الله، بس احنا هو بيدينا اختيار واحنا واحنا بناخد الطريق. قال لك لو انت حافظت على صحتك هتعيش 150 سنه، ما حافظتش على صحتك هتموت 30 40، وفي حاجات غصب عننا. لكن هو اللي بيموتنا عموما ليس الماده الوراثيه، ازاي نطولها؟ احنا ممكن نغيرها، ممكن، بس العواقب كبيره. لكن ان احنا نعيش اطول ليس عن طريق التلاعب في الماده الوراثيه، ولكن عن طريق تقليل الامراض، وفي حاجات كتيره بنتكلم فيها في الكلام ده. دكتوره شو رسالتك مالت الماجستير اللي تتكلم عنه؟ خبريني شوها، يعني الشغله شويه فيها فضول عندي، تفضلي. كان عنوان الرساله عن منظور كبار السن لكبر السن.
يمكن يعني من الأشياء اللي طلعناها يعني في الدراسة يعني مثلا يعني مثلا جودة الحياة. أنا كانت دراستي مقارنة ما بين القاهرة وما بين دبي، فمثلا شفنا أن المسنين مثلا في دبي مثلا يوم سألناهم عن جودة حياتهم شو الشيء اللي يمثل لهم كجودة حياة، يمكن كان أهم شيء عندهم الصحة، وبعدين ثاني شيء اختاروا يعني كنا حاطين لهم كذا اختيار يمكن حوالي 10 اختيارات. الاختيار الثاني كان المعيشة أو المنزل، وبعدين كان اللي هو الدخل المادي. بالنسبة مثلا لو قارنا بمصر كان أول شيء الصحة، وثاني شيء كان الحياة الاجتماعية أنه يعني يكون عنده أصدقاء. والله يعني المصريين أحسن. لا 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 عندنا شوية ناس طوائية يعني كمجال يعني. لكن هي الدراسة بتاعتها أظهرت أنه هو الناس حاسة أنها عمرها بعد بالنسبة للمنظورة الشخصي أنه مثلا كبير في السن ولا لا، كل الناس تشوف عمرها أنه هي أصغر عن سنها يعني معظم الناس أغلبية يعني. هذا له علاقة بالتقييم الذاتي للمسن نفسه يعني تقييم الذاتي لصحته هي يعني حتى لو هو يعني مثلا حتى لو المريض كان عنده أمراض ثانية أو حتى لو هو مكتئب بعد بيقول أنا أحس أني أنا أصغر عن 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 عمري يعني. فها شفناه في كل مثل الواحد لما يسألهم كيف حالك اليوم، الحمد لله أنا بخير وبصحة، وغير عن اللي يقولك والله زين الحمد لله في يعني في ريليشن. لا وده حضرتك مثبت عالميا حتى كان أهمية الدراسة دي، لأنه مثبت عالميا الناس اللي بتحس أنها أصغر من سنها بتعيش أطول 6 سنوات أو 7 سنوات. جميل. طيب نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. قبل أن نختم بس نقرأ هذه الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور فاضل، أعاني من مشكلة الكيلويد من أكثر من 10 سنوات، أتعالج بالإبر بس الدكتور توفى، أعاني من الحكة وهذا سبب لإحراج. أبا نصيحة، أنا أعرف أن هذا مو موضوع الحلقة بس أني تعبت نفسيا لأنه في معظم جسمي. مشكورين أم هند. حد يقدر يرد عليها ولا الكيلويد دكتور الكيلويد هو حضرتك مشكلة الكيلويد ده، هل لو هو نمو غير طبيعي للسكار أو ندبة، فطبعا هو بياخد حقن كورتيزون فيها، فالمشكلة انها ما بتروحش بسهولة، وده غالبا ان هو الجلد كله عنده القابلية دي، فغالبا اي جرح في الجلد بتاعه بيلتئم بهذه الطريقة. طبعا ده مشكلته ان ده راح لازم يروح دكتور جلدية، لان لسببين. اول حاجة لان لو ظهر في جسمه كله، هل هو مرض وراثي جزء منه الكيلويد ولا هو مشكلة كيلويد بس؟ لو مرض وراثي يبقى مرتبط بامراض عصبية اخرى. ممتاز. شكرا لك دكتور ثامر فريد استشاري طب المسنين في هيئة الصحة في دبي، نحن سعيدين بالحديث معك، وكل الشكر لك دكتورة أمل الجزيري. أيضا أنت رئيس قسم طب المسنين دكتورة؟ رئيسة شعبة كبار السن في هيئة الصحة. رئيسة شعبة كبار السن في هيئة الصحة، وأيضا رئيس قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب الشيخوخة 2017. نذكر بالمؤتمر دكتور المكان والزمان على السريع قبل أن نختم. المؤتمر بيكون في تاريخ 2 و3 نوفمبر في أبراج الإمارات من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 5:30. الدعوة مفتوحة. الدعوة مفتوحة للمتخصصين وغير المتخصصين. في تسجيل لازم دكتورة قبل؟ هي لازم يكون في تسجيل، طبعا هو نفضل ان التسجيل يكون قبل، لكن يعني احنا فاتحين المجال حتى في التسجيل في ايام المؤتمر. وبيكون طبعا مصاحب للمؤتمر ورشة عمل مثل ما ذكرت، والورشة بتكون مينلي عن شيء جديد يعني اللي هو البوتكس، حقن البوتكس. فال يعني اذا كان في مثلا شد في العضلات بعد بعض الامراض مثل الجلطات الدماغيه. جميل جميل. موضوع مثير. ايه دكتوره بدريه الحربي شكرا لك على مشاركتك لنا هذه الحلقه. شكرا لكم جميعا. شكرا لك احمد سلامه كان معنا في التنسيق، وكل الشكر لك ابو نوح ايمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد مع مواضيع جديده. نقول لكم في الختام دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.